اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعوا قناه زمرد هاند ميد اكسسوارز. اتمنى يا رب الجميع يكون بخير. ورشتنا النهارده ان شاء الله هنعمل فيها تعليقه الاي دي كارت اللي احنا بنستخدمه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. ده اللي احنا بنستخدمه في المدارس وفي البنوك وفي المؤتمرات وفي الايفنتس. اوكي، احنا قلت لكم ان انا عايزه نعمل تعليقه بدل التعليقه الستان اللي بتبقى فيه كتغيير، وكمان ان ساعات الخيط ده بينسل يعني خلاص بتتركن. فانا قلت لكم في فيديو المشتريات اللي هتلاقي ان شاء الله اللينك بتاعه هيظهر لك في اعلى الشاشه على ايدك اليمين في الاي. هنستخدم السلاسل الاكريليك دي مش البلاستيك، تمام. وهستخدم قفل الجنش ده او خطاف السلسله، برضه هتلاقيه في فيديو المشتريات. وهستخدم زرد محمل المقاس الكبير ده، انا هستخدم 2 عشان بس للمتانه. وهيبقى معايا البنزتين طول او الزرديتين عشان افتح واقفل الزرد بتاعي والمسطره. انا لما جيت اقيس دي عشان اعمل نفس الطول لقيتها ان هي لو كده هي 42، وعلشان 42 سنتي، وعلشان هي طبعا مجوز او دبل يبقى هتبقى كلها على بعضها. لو فكيتي انت الشريط الستان ده يعني هتبقى طولها كلها 84. اذا انا هاخد من السلسلة دي هاخد مقاس كام؟ هاخد مقاس 84 علشان هتبقى زي ما قلت لك دبل، بمعنى اصح هناخد كده ايه، انا هعدلها طبعا وانا بشتغل كده، ادي 30 وبعدين 60 وهيبقى معايا كده 20، هيبقى كده 80، وهناخد كمان 4 يعني عند الحلقة دي كده، وهبدأ هيبقى ده الطول اللي انا عايزاه. لما تيجي تمسكيها كده هتلاقيها هي الطول زي خيط زي شريط الستان. طب انا هفك هنا، بنفك ازاي حلقات السلسلة دي؟ هنا دي الفتحة بتاعت الحلقة دي، هتجيبي الفتحة التانية بتاعت الحلقة التانية من هنا وتيجي قصاد بعض وتشديها كده، اتفكت تاني. شايفه الحلقه؟ شايفه الحلقه الفتحه فين؟ الفتحه اهي شايفاها، وهنا دي الفتحه الثانيه. لو عايزه تركبي بتدخلي الفتحتين في بعض كده وصلتيهم تاني. هنفك، يبقى بتجيبي الفتحه قصاد الفتحه، تمام. علشان كده تلاحظي دايما ان الفتحات ما بتبقاش مقابله لبعض علشان ما تفكش في الاستخدام. خلاص انا كده خدت الطول اللي انا عايزاه، هتعدلي بس، هنعدل اتجاه الحلقات بتاعتها علشان انا مجرد ان انا هلفها واشبكهم في بعض تاني واوصل الزردة بتاعتنا وخلاص. انا كده عدلت اتجاه الحلقات بالشكل ده كده علشان اوصل تاني. هنوصلهم ازاي؟ انا بتأكد علشان في الاستخدام ما تبقاش لفة معايا اهو كده. هجيب زي ما قلتلك اخر حلقة من هنا واخر حلقة من هنا، الفتحة دي ادخلها في الفتحة بتاعت التانية بالشكل كده اهو، وبعدين حركي اتجاه الحلقة دي تاني كده علشان تضمني ان الحلقات مش في ايه، في نفس الاتجاه. خلاص بقت كده السلسلة متوصلة مع بعض. كل اللي هتعمليه ان انت هتيجي في الحلقة اللي انت وصلتي فيها او اي حلقة بالشكل ده كده، وهنجيب بقى الزرد بتاعنا المحمل ده المقاس الكبير وهنفتح بالشكل ده كده، وهنوصل كده هنا وفي الفتحة
بتاعت القفل ده من تحت، بتقفلي كويس جدا. انا حابة ان انا اعمل حلقتين علشان المتانة مش اكتر، مع ان الزرد ده محمل. برضو هندخل تاني في نفس المكان وندخل برضو في فتحة الخطاف بتاعنا او قفل الجنش. كده بقت معايا بالشكل ده. وبعدين انت سواء بقى عندك طبعا هو اتقطع او انت عايز تغيري، بتشوفي بيتفك بكل سهولة. خلاص انا كده اهو، ده كده بفك، ادي شورت الستان شلته. بنوصل القفل بتاعنا فين؟ هنا كده. شفتي شكلها حلوة. وطبعا انت لو عملتي بقى اشكال، خليكي عشان العاكس بيضرب في الاضاءة، لو انت بقى عملتي اشكال وحبيتي تغيري بس متينة وجميلة وفي نفس الوقت خفيفة ومش هتتبهدل ولا هيجرالها حاجة ولا هتنسى. دي كده ايه، دي كده فكرة. هوريكي فكرة تانية لو انا عايزة اعمل حاجة تبقى ممكن تمشي رجالي كمان. شوفي هنستخدم ايه، خليكي معايا. دي الخامات اللي هنستخدمها علشان نعمل الفكرة التانية، هي بسيطة خالص ما فيهاش حاجة، بس هوريكي برضو الشكل هيبقى عامل ازاي. هستخدم فيها خيط الحظاظات الرفيع، هستخدم الخيط الاسود تمام، وهستخدم معايا ده خرز خشب لقيته عندي انا، وانا بحب كل شوية كده ادعبس. انا عندي مقتنيات يا جماعة، اشتريت كتير جدا، انا عندي هس او حب يعني شراء الخامات. ده كان عندي اللون ده كان لونه حلو قوي، لقيت الشكلين دول فقلت اجرب كده اعمل بيها، او يبقى خفيف وكمان في نفس الوقت شيك ويمشي شبابي جدا ورجالي. وبرده هيبقى معايا القفل الجنش او خطاف السلسله، وطبعا طالما معايا خيط حظاظات يبقى معايا الولاعه بتاعتي والمقص والمسطره والزراديتين اللي هفتح واقفل بيهم، عشان هيبقى معايا الحل نفس الزرده المحمله، ومعايا قطعه ستوبر. انا هستخدم الستوبر بس، مش هستخدم معايا الكفر ستوبر. اوكي هوريكي يعني برضو كده واحنا بنقفل نفس الفكرة. طبعا انا قلت ان هي طولها كام، الطول بتاعها انا ممكن ابعد الزرد دلوقتي، الزرديات بتاعتي اخليها هنا دلوقتي، مش هستخدمها انا عشان تبقى كله قدامك اهو. انا هبقى محتاجة زي نفس الطول اللي احنا عملناه هنا، هستخدم 84 برضو من الخيط. هنقيس كده برضو اهو، شايفة معايا ادي كده 30 60، وبعدين هيجي كده ادي كده 84، وهزود معايا عشان بس وانا بقفل 2 سنتي او حاجة. وبعدين هنقص هنا، وبعد ما قصينا هاجي بس زي ما احنا متفقين ان انا بلدع طرفين الخيط علشان يبقى مدبب ويبقى سهل بالنسبة لي في اللطم. بسحب هنا كده وبسحب التانية، خلاص ممكن ارفع كمان اهو، بقولك عشان هو ايه بيبقى ممكن يلسع يعني تمام. انا هوريكي بس فكرة اللضم وانا هكمل عشان اسعف معاكي في الوقت. انا هدخل كده الشكل ده الخرز المدورة، وبعدين هدخل اللي هي مدببة دي كده، مرة ادخل من الظهر واقوم قافلة بواحدة من الشكل ده، وبعدين هجيب التانية بس تبقى من الرفيع، يعني مرة من الاتجاه العريض ومرة من الاتجاه الرفيع، فتديكي الشكل ده. هوريكي تاني. انا هدخل بقى بعد كده ايه، هدخل بالاتجاه العريض اهو شايفة، وحط تاني كده، وبعدين ادخل بقى بالاتجاه ايه، بالاتجاه الرفيع. بصي الشكل هيبقى حلو قوي، هتديكي زي شكل الفيونكة يعني. بصي انا بقى همشي كده، هيبقى ده
شكل العلاقة او التعليقة بتاعتي، هكمل لحد ما اجي اقفل في الاخر ونوصلها ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. ده كده شكلها بعد ما لضمتها وخلصتها. شكل الخرز لونه حلو قوي وطالع بشكل الفيونكة زي ما قلتلك. في النهاية خالص حابة ان انا اجمع الطرفين بالخرزة المدورة. هتلدعي الطرفين تمسكيهم مع بعض بالولاعة زي ما عملنا قبل كده، وبندخل عادي خالص كده الايه، هندخل كده بالخرز بتاعي علشان الخيط عندي هنا مش هيعدي رايح جاي في الاستوبر بتاعي، فهجيب بقى الكفر استوبر علشان اغطي، علشان مش هعرف ارجع جوه اهوت الخيط جوه اهو بشويش خالص. هنمسكه بالزرادية بتاعتي وتسحبي كده، تشدي تشدي كده بشويش لحد ما تطلعي بالخيطين اهو كده بشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. هعملها معاكي عشان بس ايه اهو كده. بصي هنمسك طرف الخيط كده بالزرادية بتاعتي وتسحبي كويس بشويش، هيعدي معاكي اهو. شفتي عدى خلاص بالشكل ده كده تمام. وبعد ما نعديناه هنعدي برضو مين، هنعدي برضو الاستوبر بشويش خالص. هندخلي برضو بالاستوبر في طرفين الخيط واحنا مجمعينهم برضو زي ما قلتلك بالايه بالولاعة، لزقناهم في بعض بشويش خالص اهو. شايفة عدى برضو معاكي، وبرضو هنسحب ودخل ادي الاستوبر دخل. هزقه فين؟ هزقه جوه هنا الكفر استوبر بتاعي، وتقفلي عادي خالص ويبقى احنا كده خلصنا. هتضغطي على الاستوبر على الخيط كويس جدا بالشكل ده، وبعدين اتأكدتي ان انتي قفلتي كويس، معاكي بقى المقص اهو. هنقطع جزء الخيط اللي انا مش محتاجاه ده خلاص. هنقص بقى الايه الخيط كده بشويش علشان ما تجيش ناحية الكفر استوبر بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل كل حاجة معاكي اهو علشان تبقى انت شايفة الدنيا ماشية ازاي. وخلاص بنقفل الايه الكفر استوبر بتاعي ونضغط عليه زي ما احنا متعودين، وهنوصل ويبقى احنا كده خلصنا التعليقة التانية بتاعتي. بان انا هجيب اهو ادي الزردة التانية بتاعتي المحملة برضو، وهفتح كده اهو تويست وهدخلها فين؟ هدخلها في الكفر استوبر بتاعي علشان ادخلها فين، اوصلها في القفل بتاعي. بعتذر بس صوت بنتي الصغيرة طلع معانا في الفيديو. انا كده عديت اهو الزردة، هي عدتها خلاص. وبعد ما تعديها كل حاجة بس ايه بتاني بشويش كده بتعمليها. انا بس ببقى مستعجلة معاكم بس في الفيديو علشان زي ما انتم شايفين بنتي صغيرة، وعلشان ما ياخدش برضو معانا وقت كتير. خلاص خلصنا كده اهو، الزردة عدت اهي. المفروض ان انا كنت قبل ما اقفلها، معلش هي عاملة لي بس كده لا، هندخل في القفل الجنش بتاعي وهقفل تاني وكده خلاص. ابقى انا عملت ايه؟ عملت الشكل التاني هوريك اهو. هنشيل دي من هنا كده، هنفك دي عادي خالص قفلها اهو اللي احنا عملناها اول واحده. وهتجيبي التانيه تركبيها برضو بالشكل ده، وكده بقت معاكي برضو تعليقه الاي دي برضو كانت بتاعك اهو، حلوه قوي وجميله. وكده انتي عملتي شكل حريمي وشكل رجالي، يعني ده ينفع يبقى معاكي مشروع بتاعك كده اهو. تعليقات. اتمنى ان الفكره بتاعت النهارده تكون عجبت كل اللي تابعوها، وتقولوا لي رايكم ان شاء الله في الكومنتات. ولحد ما اشوفكم في الورشة اللي جاية بإذن الله، أسيبكم جميعا في أمان الله ورعايته. مع السلامة.